يعني بدران ادالك الزومبا اللي هي هيجوز البنت الواد سعد. يا معلم الباقي ولا تعايرني ولا عايرك ما دام الهم طايلني وطايلك. في دي عندك حق. النهارده يا معلم نبوتي ده مش هيترفع الا على عدوينك، بس ده خد لي الطار من بدران. مش طارك لوحدك يا دكروري، طار انا كمان. بس الصبر الصبر ما عادش منه فايده يا معلم. ده فرح الواد سعد على بنت بدران ليله الخميس الجاي. الفرح ده هيتقلب ميتم بفضل محاسنكم. يا موسى انت بياع كلامه بس، لكن فعل مفيش. طب وغلاوتك عندي اللي خلي بدران يلطو على خدوده زي الولايه؟ يا موسى ده عازم في توات البلد كلها، لا ممكن ابدا نقدر نقلب الفرح لميتم. طب روق بس كده واسمعني. روق احنا هنروح نغني ونبارك بقلوب صافيه من غير ما حد فينا هيرفع نبوته. ناقص تقول لي خد بدران بالحضن. لا اللي هياخد بدران بالحضن عزرائيل. بعد الوقت سعد ما يجيب قابل اللي قدام المعازيم. ايه الفزوره دي؟ هي فعلا كانت فزوره بالنسبه لي. لحد دلوقتي حنجل ما شاف الكاريته اللي انا خدتها من تكيه كرامات راح صارخ وقال وديته الواد زكريا فين؟ وايه الجديد في كده؟ ما الواد من يوم ما حط رجله في الخرم وهو عمال يهبل يقول كده. لما زكريا ده يطلع يا ابن فاضل الجمال اخو بدران يبقى الحكايه عايزه تفكير يا سيد المعلمين. حد يصدق واد احمد زي ده؟ طب عشان خاطر انا عايز اسمع الحكايه من الواد حنجل هتعرف ان احنا اللي كنا قبل مش هو. وديت زكريا فين يا عالم؟ ده انا بقالي 30 سنة بدور عليه. اهدى يا حنجر مار. اهدى يا حبيبي. اهدى وريح العضمتين. ده هو اللي هياخد بطاري وطار كل واحد ظلمه بطران. طب احكي للمعلم هلباوي اللي انت حكيتولي وهو هيجيب لك زكريا الطوالي. ما انا بقالي 30 سنة بحكي. ما حدش صدقني ليه؟ انت فين اراضيك يا زكريا؟